السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني. عاملين ايه؟ النهاردة جايبة لكم ضيف صامت شوية، وانا اللي هتكلم عنه. براند من شركة ايكي، البراند ده لقيت مكوناته 12 لاين. اتكلم عن ايه المنتج ده عشان انا مش عايزة وقتي ياخدني منكم والحلقة تخلص بسرعة زي كل مرة. هنبتدي بأول حاجة معانا البيبي ليس. الشركة كمان وفرت صبغة، وفرت خلايا جذعية، وفرت فيلر، وفرت افتر كير نوعين، وفرت النقط بتاعه الفروه بتاعه التساقط. يعني عندي منتجات كتير قوي، طبعا انا مش عارفه احفظ ايه ولا ايه ولا ايه، بس انا عن نفسي جربت، ولما جربت والمنتج عجبني ما جربتش كل حاجه عشان ما اكذبش عليكم. لما المنتج عجبني قلت لا، لازم اطلع بنفسي واقدم لكم المنتج المحترم ده. ونبتدي حاجه حاجه نتكلم عنها عشان خاطر ما ننساش. نبتدي اول حاجه معانا بالبيبي ليس. الشركه عملت بيبي ليس ليه؟ لان في عندي منتجات بتطبق لازم بحراره، او انا لو عندي بنوته وعايزه اعمل شعرها بيبي ليس او ويفي. انا اول مره اشوف بيبي ليس، بما اني انا بحكم شغلي بستخدم بيبي ليس كتير، لقيت البيبي ليس دي خفيفه جدا. طبعا السلاح بتاعها تيتانيوم، درجه الحراره بتاعتها 230. الصناعه طبعا مش مصري خالص، واخده تصريح. دي اول منتج حبيت اتكلم عليه النهارده. طيب فايده البيبي ليس ايه؟ دي كمان للمتخصصات اللي بتشتغل للبروتين، ان انت وانت شغاله في البروتين وماسكه الشعرايه، لو الحراره عليت لمستوى انت مش واخده بالك منه، التيتانيوم السلاح بتاعها بيعمل لك ستوب على حراره معينه. لو انت اشتغلتي مهما اشتغلتي الشعرايه مش بتتاثر، بلس ان هي بتحافظ على نعومه الشعرايه، مش بتنشف منك او بتنتش وانت شغاله. وينفع كمان انت في البيت تستخدميها، مش المتخصصه بس، انت بتاخدي بيبي ليس وكمان معاها 6 شهور ضد عيوب الصناعه، لو جرى لها حاجه بتتصلي وبترجع للشركه وبترجعيها. دي اول منتج اتكلمنا عنه النهارده. طبعا انا عشان خاطر انتوا عارفين وقت الحلقه بتاعي بيبقى ضيق، فعايزه بسرعه بسرعه الحق واتكلم على باقي المنتجات. الصبغه انا عن نفسي لسه ما جربتهاش وهجربها قريب ان شاء الله. الصبغه دي ميزتها ان هي ما فيهاش اكسجين، انا اول مره اشوف صبغه ما فيهاش اكسجين. طب يعني هشتغل بيها ازاي؟ احنا بنحط من مصحح اللون اللي معاها ده، المفروض ان احنا كل التعليمات مكتوبه، طريقة الاستخدام، بنحط من المثبت 10 جرام على الصبغة فقط. انا شايفة ان العبوة كبيرة جدا، يعني اللي هو انا لو شعري هعمله مثلا على مرتين، لو انت شعرك طويل وتقيل مش محتاجة تشتري كذا عبوة. المفروض اللون اللي في ايدي ده لون احمر. الميزة كمان في الصبغة ان انت لو عاملة، ناس كتير قوي دايما تقول لي سلمى انا عايزة اعمل صبغة وبروتين او صبغة وبوتوكس، انا برفض دايما الاثنين مع بعض، لان دايما كنت اقول الصبغه فيها امونيا، والبروتين مهما كان فيه نسبه احماض، فيه كيميكال بيتعرض لحراره، ازاي انا هعمل الاثنين مع بعض؟ فبقول لا، حاجه واحده، وانت عارفه شعرك هيتحمل ايه. الشركه بقى وفرت لنا الحته دي للبنات اللي نفسها تعمل صبغه وتعمل بروتين، ان انت بتكوني طبعا عامله سحب لون، وطبعا مش سحب لون بالشكل العشوائي او بالشكل اللي بتعمل في بعض الكفرات بدون اي دراسه. انت بتعملي سحب لون قبل السيشن بتاع البروتين او الفيلر ب 10 او 15 يوم، الشعر معاكي بيرتاح، بعدين بتعملي السيشن بتاع البروتين، وبعد السيشن على طول بتستخدمي الصبغه. الصبغه ما فيهاش اي ضرر خالص خالص، لان هي نسبه الكيميكال اللي فيها تعتبر تكاد تكون مش موجوده. هل الوانها قليله؟ لا، ده في الوان كتير جدا. انا عندي من الصبغه الاحمر، عندي اللون الاسود، اللون الاسود تقريبا مش محتاج تفتيح، في الوان محتاجه تفتيح. كل ما انت بتفتحي الشعر درجه اكتر، كل ما بتاخدي لون افتح. يعني لو انا عايزه اعمل اشقر واضح، فبفتح الشعر درجتين زياده علشان بعد البروتين بحط لون الصبغه، فبتديني الاشقر الفاتح اللي انا عايزاه. عايزه لون غامق فما بشقرش واعمل الشعر فاتح قوي، ممكن بنعمل الدرجه اللي هي البني، وبعد السيشن بتاع البروتين بحط الصبغه بتاعتي بتديني اللون الهادي اللي انت عايزاه. ومعانا اللون البراون اللي هو البني، يبقى كده بني اسود، معانا الاحمر. اللون الازرق ده هو في ناس مش بتحطه بس كده عشان تاخد لون ازرق، لا، ده بيبقى مصحح لون. الناس اللي بتيجي تعمل شعرها ويقرنج معاها،
القرنجه دي بتتكسر باللون الازرق، في دايما حاجه اسمها انعكاس الالوان، لازم اعكس لون عشان خاطر اوصل للون اللي انا عايزاه. بما اني انا مش خبيره صبغه قوي، انا انتوا عارفين تخصصي بروتين ميك اب، لكن انا حفظت شويه من الناس اصحابي اللي شغالين في الصبغه. طيب اللون الزيتوني ده في ناس كتير قوي دلوقتي ابتدت تلجا للالوان الفاتحه، الزيتوني، الاحمر، الاشقر، دول تقريبا ثلاث الوان، الثلاث الوان دول اللي على الساحه بمعنى اصح. بس اللون الزيتوني ده عشان تاخدي درجه واضحه لازم تشقري كويس قبل البروتين، تفتحي الشعر كويس. اللون البنفسجي، البنفسجي مع الاحمر برضو السنه دي عامل ضجه شويه، مش عايزه انسى الوان. وده اللي هو البلوند اللي هو الاشقر الفاتح كده. انا عندي كام درجه من الصبغه؟ 2 4 6 8، فثمان الوان شركه اي كي، مش حرمانه من حاجه. انا هجرب الصبغه دي ان شاء الله باذن الله بعد اسبوعين، لاني انا كنت صبغه شعر قريب، فما ينفعش اعمل صبغه دلوقتي. انتوا عارفين لازم ما بين الفتره اللي انت بتاخديها استراحه للشعر عشان خاطر الشعر يهدى والبصيلات بتاعتها ما تتعبش. تاني منتج او تالت منتج عايزه اتكلم معاه باستفاضه النهارده اسمه الخلايا الجذعيه. طب وظيفه الخلايا الجذعيه ايه؟ الخلايا الجذعيه دي انا شايفه ان هي لازم تكون في كل بيت، كلنا بنشتكي من التساقط والهيشان والتقصيف. طيب المنتج ده فعليا فعليا ممتاز، وعن تجربه انا احيانا كل ما الشعر بيطول مش بيوصل له غذاء، فبتحسوا ان الاطراف من تحت بتبقى ناشفه شويه. المنتج ده هو طبعا في منه احجام مختلفه، مش بيستخدم بس كمان للشعر، ده بيستخدم للشعر وبيستخدم للبشره وبيستخدم للجسم، انتوا متخيلين؟ طيب انا هستخدمه على الشعر ازاي؟ انت بتغسلي شعرك المفروض بشامبو، شامبو كريفاينك. الشامبو ده بينزل اي دهون من على الشعرايه. بعدين بعد ما بنشف شعري كويس، بعد ما بشطفه، بجيب من اول الجدر بتاع الشعرايه للاطراف وادهن من الخلايا الجذعيه دي، واسيب الشعرايه تقريبا من نص ساعه لساعه الا ربع تحت البروكاب. طب لو انت مش عندك بروكاب هقولك هاتي اي فوطه سخنه او هاتي اي بنيه وحاولي تخلي فيه هواء دافي كده على الشعرايه. وظيفته ايه بقى؟ بس عشان انا مش هعرف احفظ كل التركيبه والاستخدامات. طيب هو كورس لعلاج تساقط وبيتوزع على الفروه، بيتدلك كويس. المفروض ان انت زي ما قلت لك بتغسلي شعرك بالشامبو وبتحطيه من 30 ل 45 دقيقه، بتنشف الشعر كويس 100%. بعد ما بتغسلي خلاص بقى انت حطيتي ورحت شطفتي، بتنشفيه 100% وبتشوفي نتيجه الشعر عامله ازاي. في طريقه تانية كمان ممكن ان انت تحطيه مع جلسه الفرد، يعني لو انت في ناس بتعمل لنفسها بوتوكس او بتعمل لنفسها فيلر في البيت او بروتين، انت ممكن كمان تاخدي منه وتحطي على ماده الفرد علشان تقللي من نسبه الاحماض اللي موجوده. وممكن كمان يضاف 10 جرام لكل 100 مللي، يعني هم كاتبين لك كل حاجه على العبوه عشان خاطر الناس اللي بتنسى زي حالاتي والذاكره عندهم ذاكره السمكه. هنطلع فاصل ونرجع لكم ونكمل باقي المنتجات. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، معلش طلعنا فاصل عشان خاطر الاذان. هتكلم عن حاجه لازم برضو نستخدمها، وهقول لكم ترتيب الاستخدامات دي في اخر الحلقه لو في وقت. انت بتغسلي شعرك بشامبو وبلسم، حمام كريم، بتحطي سيرم. احيانا بتقابلك انت بتستخدمي منتج وتحسي ان شعرك ناشف، بتغسلي شعرك زي ما بتغسلهوش، مش بتحسي فيه ترطيب. شركه ايكي قدمت لنا منتجين من الافتر كير، شامبو وبلسم ومعاه السيرم بتاعه. طيب احنا دلوقتي معانا اتصال من استاذه اسماء خالد بنفسها، عشان خاطر هي طبعا مش موجوده في مصر فعايزينها بنفسها تكلمنا عن المنتجات اللي معانا. الو استاذه اسماء. الو السلام عليكم. عليكم السلام. بوسي، انا من كتر ما انا منبهره بالمنتجات مش عارفه اتكلم على ايه ولا ايه، وخايفه الحلقه تخلص من غير ما الحق اتكلم، فعايزاكي سريعا كده. ان شاء الله نتكلم على طول. ان شاء الله باذن الله. عرفينا بقى استاذه اسماء، ايه الفكره الاول اللي جات لك خليتك تفكري تعملي بسم الله ما شاء الله، تخلي العميله مش محتاجه حاجه من صبغه، افتر كير، فرد الشعر؟ يعني عايزه اسمع من حضرتك بنفسك بقى، تكلمينا باستفاضه.
بصي جميل، الأول شكرا بس على كلامك، جميل بس ميرسي، ربنا تمام، يخليكي مش عارفة أشكرك إزاي والله. حبيبتي، ربنا يعزك. ربنا يخليكي. بصي يا حبيبتي، أنت عارفة إن إحنا أصلا في مجال معالجات الشعر ده من سنين، صح، بس ما كانش الصوت، الاتصال اتقطع. لا، لازم ترجعي تتصلي تاني. طيب الحق اتكلم على ما الاتصال. طب خلاص، الاتصال رجع. سامعاني كده؟ الو الو، هو تقريبا عشان الاتصال من السعودية في مشكلة، صح كده؟ أستاذة أسماء سامعاني؟ طيب، هو في زي ما قلت لكم عشان وقت الحلقة، هي عاملة لنا منتج أفتر كير عبارة عن شامبو، الحجم بتاعه قيم جدا، كبير، هيقعد معاكي شهور. شامبو بلسم. السيرم بتاعه هوريكم بقى الفرق ما بين المجموعتين. ده سيرم زيتي اللي هو فيه زيوت طبيعية فقط لا غير. طيب الفرق بقى ما بينه وما بين المجموعة التانية، ان المجموعة التانية تقريبا العبوة اكبر، ده شامبو وده البلسم وده حمام الكريم. الجديد بقى واللي انا وقفت عنده كده وقلت لا لازم اجرب بنفسي، السيرم ده سيرم زيتي والسيرم ده سيرم كريمي. عشان خاطر المنتج كله منتج طبيعي، هي عاملة ان الاستخدام بتاعه زي زيت الزيتون مثلا، بيتحط في الاكل، بيتحط في البشرة، بيتحط على الشعر. طب أستاذة أسماء رجعت تاني؟ ألو؟ ايوه معاك، سوري. لا ولا يهمك. زي ما بقول لك كده، كان الموضوع ان هو في موضوع المعالجات عامة بشكل عام، تمام، تمام. البروتين البرازيلي طبعا، أكيد. فالواحد من كتر ما شاف ان في انواع بتبقى مضرة، في حاجات الناس بتستخدمها غلط، صح، في حاجات الواحد ما ينفعش ان هو يشتغل فيها عشان الامانة طبعا المهنية، تمام، اتجهت لموضوع تصنيع المنتجات. المنتجات الخاصة. فالمنتجات يعني التواجد فعليا في السوق من 6 ل 7 سنين، ما شاء الله المنتجات نفسها من حوالي 3 سنين بالظبط. ما شاء الله، نزلنا، انت اتكلمتي عن الصبغة، تمام، تمام، كويس جدا، هي فيها فعلا ميرسي. 8 ألوان، ال8 ألوان ليهم تطبيق خاص. في معلومة بس عايزة أوصلها، إن الصبغة، البروتين، الفيلر، البوتوكس ما ينفعش اي عميله تطبقه في البيت، لازم تمام، حد متخصص يطبقه، حتى الصبغة. تمام. حتى الصبغه، لان زي ما قلتي تسريح الشعر وسحب اللون من الشعر ما ينفعش عميله تعمله لا بنفسها. ده في ناس أكيد كتير طبعا، بتجيب تجارب من الانترنت وتيجي تكلمنا انا شعره متدمر، صح، فما فبنمشي معاها رحله علاج بصراحه طويله يعني تمام ربنا يعينهم. تمام فما ينفعش ان احنا نطبقهم بنفسنا في البيت، لازم حد متخصص، سواء عندنا او عند مثلا هياخدوا الماده في تطبق بيوتي في سنتر، بيوتي سنتر كويس او تمام متخصصه كويسه تروح لها البيت كده يعني، تمام تمام. دي بس ايه حابه اوضحها قبل ما نتكلم في اي حاجه. اوكي بالنسبه للصبغه، 8 ألوان زي ما انت شفتي، صبغه خاليه من ما شاء الامونيا، الله، مناسبه جدا للشعور اللي معموله بروتين، بتستخدم بعد البروتين او الفيلر، تمام، عشان ما تضرش المعالج اللي هي عاملاه، تمام وبالاولا بلاكس وزيت الزيتون، اوكي ومرطبه جدا ومعالجه. دي ما اول شاء حاجه الله. انت اتكلمتي عنها. بتغطي الشعر الابيض جدا بترطبه جدا، انت هتجربيها وهتشوفي ما شاء اكيد. الله. طيب بالنسبه للخلايا الجذعيه اتكلمتي عليها، انا بس حابه اصحح حاجه بس بتختلط اتفضلي. عليكي طبعا الامر. طبعا، هي لسه للشعر فقط مش للبشره، هي للشعر، للتساقط، للترميم الشعر التالف والمصبوغ، تمام تمام. وبنعمل بيها كورسات علاج التساقط، تمام ده باختصار، تمام الخلايا كده. الجذعية كده، وبتتعمل ممكن العميله تعملها في البيت، دي خلايا جذعيه نباتيه الوفيرا فيلم، تمام. انا لقيت وممكن عندي، العميله تعملها في البيت عادي، مفيش مشكله. طيب الشامبو السيلفر، هل مرتبط الشامبو السيلفر بالصبغة؟ لا مش مرب... مش م... يعني مش مرتبطين ببعض قوي، يعني ممكن العميله تستخدمه في البيت وممكن البيوتي سنتر يستخدمه. هو ده كل ما عليه ان هو بيصحح اللون الاورنج اللي بيطلع في الشعر، تمام، الالوان البلوندات والكلام ده كله طبعا عارفين ان هي مش ثابته، فبتنزل من الشعر بعد فتره، اوكي فده مصحح ليها. وحتى لو عميله عامله بلوند وعايزه تستخدمه في البيت كعنايه ليها، يحافظ على اللون وقت اكبر، اكبر وقت ممكن،
تستخدمه عادي. ده برضو من الحاجات اللي ممكن العملاء يستخدموه في طب البيت تمام. او البيوتي سنترز يستخدموه يعني للعملاء. طب يعني انت دلوقتي وضحتي للمشاهدين ان في منتجات خاصة بالمتخصصات، سواء بقى عند بالظبط حضرتك في الشركة او في اي بيوتي سنتر، زي الصبغة بالظبط والفيلر والبوتوكس، صح ايوه كده؟ دي ده المنتجات الشامبول اللي لازم متخصص، لكن ايوه بالظبط بقية المنتجات دي متاحة لأي عميل يتصل بالشركة يحصل عليها بسهولة، صح كده؟ عادي جدا. اه طيب تمام. حتى الفيلر، حتى البوتوكس، حتى البروتين. اوكي ممكن بس الضمان ان احنا يعني يا جماعه هتعملوه في مكان مخصص، او فاهماني؟ متوفر لكن لو عميله متخصصات في وطبقت الشركة. نفسها في البيت بصراحه ما بندهولهاش عشان هو ما نتحملش مسؤوليه اخطاء الشركة مش طبيه. بتوفر متخصصات؟ يعني انا لو انا اتصلت بالشركة قلت بنوفر عايزة فيلر، هل الشركة بتعرض عليا وفي متخصصة تطبق المادة ولا ده مش بنوفر متاح؟ طبعا طب كويس. بنوفر طب بنوفر طبعا. والمكان عندنا طبعا في الهرم، هو في الجيزة هرم برضو، المكان مركز معالجات ما شاء الله. بجانب الشركة والمبيعات، تمام. طب معالجات شعر وبشرة. تمام. عايزاكي تكلميني على الافتر كير، ايه الفرق الأفتر ما بين كير، الأفتر كير المجموعتين؟ دول بقى حكاية. اه معاكي نوعين. تمام. تمام. أول نوع اللي هي الاي كي بليكس، دي اللي هي الطقم دي، بتاع الفيلر بليكس اللي هو العلاج والفرد. لا تمام. دي والحجم الطقم بتاعها بتاعه، ما شاء الله، يعني هيقعد فترات. هي عبارة عن شامبو وبلسم وحمام كريم وكريم دهان اللي للشعر. هو الثلاثة في هما واحد. أيوة الثلاثة في واحد تمام. هنتكلم عنه. هي حجمها 500 جرام الشامبو والبلسم والحمام الكريم، وخالية طبعا من الصوديوم وزيت الأرجان وزبدة الشيا، ما ومنسبة شاء لبعض الله البروتين أو لأي نوع شعر عامة، يعني حتى الشعور الغير ما معالجة شاء الله. بالبروتين. تمام. يعني احنا المنتجات مشتركة، مش شرط تمام اللي عامل بروتين بس هو اللي يستخدمها. اوكي. اللي بيميز المجموعة دي السيرم بتاعها، هو مش سيرم عادي زي أي سيرم زي ما احنا عارفينه، لا ده كريم أم زي اللوشن كده. يعني هو تمام. كريم يعتبر للشعر وللبشرة وبادي سيرم لوشن دهان للجسم. للشعر والبشرة وبادي لوشن، وبيضاف كمان على معالجات الشعر، وممكن يتعمل بيه ترميم للشعر تحت ما شاء البروكات الله ما أو في شاء الله البيبي ليف. ممكن ما شاء العميلة الله. تدهنه على الشعر قبل ما تعمل بيبي ليف بيحمي شعرها من الحرارة. تمام. في كذا استخدام. دي مجموعة ده دي الاي اللي كي هي بليكس. المجموعة ايه تمام. كده. المجموعة التانية بقى دي، المجموعة التانية البرنسس، دي اسمها برنسس اي كي، عبارة عن شامبو وبلسم بزيت اللوز، حجمه برضه 500 جرام، والسيرم بتاعها سيرم زيتي عادي. احنا يعني ايه شفنا السيرة. بنعمل لكل الاذواق، فاهمة؟ تمام. هل في فرق في التركيبة؟ يعني أنا شايفة إن هنا في حمام كريم، هنا مفيش، هنا اه السيرم. بالظبط. هو مفيش فرق في الجودة. تمام. تمام. هو في بس المكونات، يعني دي زيت اللوز وفيتامين تانية بزبدة الشيا وزيت الأرجان، بس دي معاها حمام كريم والسيرم بتاعها مختلف، دي ما معهاش حمام كريم والسيرم بتاعها عادي. ففي اختلاف بس في القطع في المكونات كده على حسب رغبة العميل. عايزاكي تكلميني بقى على الكولاجين. الكولاجين بليكس ولا الكولاجين اويل؟ لا، هو ده مكتوب عندي كولاجين، كولاجين اللي هو ترطيب، صح كده؟ ايوه الكولاجين بليكس الاصفر. تمام. الكولاجين بليكس ده بقى سحر، ما شاء سحر الله المعالجات بجد يعني. ما شاء ده الله. كمان ممكن العميله تستخدمه في البيت، تمام بيستخدم ليه كذا استخدام. اوكي هو اولا بالكولاجين، كولاجين بحري، اوكي وفي فيتامينات مغذيه للشعر، وبيستخدم كدهان يومي بديل السيرم لو ناس مش بتحب السيرم، فبتدهنه يوميا تمام للشعر، بيرطب ويعالج التقفيف والهيشان، وكمان بيتعمل ممكن في البيبي ما ليف، شاء الله. وممكن كمان يتعمل تحت البروكاب الحراري، وكمان بيتضاف على مواد الترميم والبروتينات وكله، يعني بصراحه رهيب. وحاجه كمان انا بتميزه، شايفه في منتجين قريبين لبعض في الترطيب، يعني الخلايا الجذعيه والكولاجين، ايوه صح؟ الخلايا الجذعية أقوى للتساقط، الخلايا الجذعيه وللشعر اقوى. المصبوغ المحروق ده بتديله انا عايزاكي فوليوم بقى حلو أوي. توضحي لي الفرق ده ما بين بالظبط. الكولاجين يعني بس ليه استخدام أخير، انا إن هو دلوقتي انا دلوقتي بيضاف شعري على فيه تلف. خليط سحب اللون اللي تمام. هو قبل الصبغة، بيهدي من ضرره اللي هو الخلايا جدا. الجذعية.
لا الكولاجين بليكس ده الكولاجين. الاستخدام الاخير طيب بتاعه. لو انا، لو انا شعري فيه تلف، او حد من المشاهدين اللي بيتفرج علينا عندها طفله شعرها ناشف ايوه صعب في التسريح، انت عارفه دلوقتي في فتره مدارس، فانا يوم ما انصحها، انصحها تمام. اقول لها خدي الكولاجين ولا خدي الخلايا الجذعيه؟ اول حاجه لازم تستخدم مجموعه عنايه كويسه خاليه من الشغل، اكيد تمام، عشان هنستخدم ايه فيها تاني؟ ترطيب لشعرك. دي تمام ايه، دي اول حاجه. تاني حاجه في الحاله دي الترطيب الزياده بيبقى للكولاجين عشان العميله تقدر تعمله في البيت يوميا، تستخدمه يوميا في البيت ينفع دهان عادي. كدهان عادي خالص. تمام ده اللي انا بتكلم وفي فيه. منه احجام، يعني في لتر وفي حجم 220 جرام وفي 100 جرام على حسب امكانيات العميل برضه. استاذه اسماء انا كان نفسي اتكلم معاكي اكتر من كده، بس وقت الحلقه زي ما انتي عارفه وقت الحلقه عندي ضيق جدا، واتمنى هنكمل طبعا باقي المنتجات الحلقه التانيه، واستنونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.